فليرضى عني الناس أو فليسقطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وصلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على سيدنا محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على سيدنا محمد. فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، وفي القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا جاءك قل لهما سيدنا محمد رسول الله حقا اتبعنا وآمنا وصدقنا سيدنا محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على سيدنا محمد ولا تترك رسول الله يوما. فما أحلى الصلاة على سيدنا محمد، شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمد من سيدنا محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. رحم الله المتوفى رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته، لقد كانت عفيفة اللسان طيبة القلب فاعلة للخير. أسأل الله أن يجعلها في رحاب قوله تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أسأل الله أن يجعل مرضها في ميزان حسناتها، إنها ممن تقف يوم القيامة ليقم من كان أجرهم على الله، فيقف أهل الصبر على بلاء الله، يقف أهل الصبر على بلاء الله، ويدخلون في رحاب قول الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإن كانت النساء كمثل هذا لفضلت الرجال على النساء، فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة، لقد كانت محبة لليتامى فاعلة للخير، كانت تحث ولدها دائما على إخراج صدقات لله تبارك وتعالى، كانت تتخير الصدقة، وأفضل الصدقة عند الله تبارك وتعالى ما أخلص فيه العبد لله تبارك وتعالى. في هذا اليوم الطيب معنا علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي، واحد من القراء المتميزين والمشهورين على مستوى العالم العربي والإسلامي، إنه واحد من القراء الأوائل، فضيلة الدكتور عبد الناصر حرك، محرك القلوب وملك المقامات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خطواته في ميزان حسناته. يا قارئ القرآن ما أحلاك،
تلك المعاني عطرت دنياك. من يا ترى قرأ الكتاب مجودا يشدو كطير قد أتى حياك. فالحمد للرحمن أول صورة، سبعا مثاني لا نظير لذاك، والتاج يزهو إن رأيت جماله، من يا ترى حاز الوقار سواك. يا قارئ القرآن تلك منازل من صنع رب العرش من مولاك، جعلت لمن حفظ الكتاب بحقه والله جل جلاله زكاك. مع فضيلة الدكتور عبد الناصر حرك في مستهل هذا اليوم الطيب، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم خالص عزائكم، وشكر الله سعيكم. والآن مع الدكتور عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس
كل نفس ذائقة الموت وإن وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا
يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات الذين يذكرون الله إن في خلق السماء الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم
عارف نفس ليش الذين يستمرون يدنا انا 7 مرة عملت فعل انا نحن انا اسمعها في الله تاني بطلب وانا مطمن هلا يا الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار ربنا من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا
ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدت رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان فالحمد لله الذي جعل القرآن نورا فإذا الناس محجوب وسامع إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع وإذا استمع له الحزين
هان في عينيه كل ضائع. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل، وأسكننا بالقرآن الظلل، وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بالقرآن عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند الجزاء من الفائزين. شفع اللهم فينا القرآن، وشفع فينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من علم من أعلام دولة التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي، فضيلة الدكتور عبد الناصر حرج، محرك القلوب وملك المقامات، والذي حرك قلوبنا بآيات من الذكر الحكيم في رحاب سورة آل عمران. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل آية قرأت في ميزان حسنات المتوفاة وفي ميزان حسناتكم جميعا. وأسأل الله أن يرحم المتوفاة رحمة واسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجعلها في رحاب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نلتقي إن شاء الله بعد صلاة العشاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.